إلى التذكير بأهم العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يقدم واجب العزاء على أرواح ضحايا الفرحاتية ويرفض المساس بالاستقرار المجتمعي. محافظ صلاح الدين يتلقى التعازي والمواساة من وفد تحالف القوى البرلمانية ويطالب بدعم الكاظمي لمنع تكرار جريمة الفرحاتية. محافظ صلاح الدين يتابع ميدانيا الواقع الأمني والخدمي بمنطقة الشيخ إبراهيم ويقرر الدعم اللوجستي للقطاعات الماسكة للأرض. والكاظمي يدشن من باريس مرحلة جديدة من علاقات العراق الدولية، ومراقبون يلوجون بتأجيل الانتخابات البرلمانية 6 أشهر. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.